بالك اني لا ابويا بتردني من البيت زي كده ومش عارف ارسل لما سكت من الامتحانات. وعلى طول ابوك طردك يا عم. على طول والله عايز لي حته والله يا بنت مش لاقي والله. قول ايه؟ عايز والله حته يا بنت مش لاقي. طب ماشي دقيقة. ايوه حتى صاحبي باعني.